ميعادنا هنا الساعة 12 شالوه. في نفس المكان؟ نفس المكان. اتفضل يا سيدي. المفروض دلوقتي نعمل ايه؟ هنتمشى على الكورنيش لغاية البيت. أنا مش عاوز أعتذر لك عن اللي قلته امبارح. أنا ما طلبتش منك اعتذار. مش عشان اللي قلته. أمال علشان إيه؟ عشان فعلاً أنا حاسة بكده. ليفي أنا بحبك حقيقي. شوف يا سارة، أنا عشت عمري كله أحارب عشان اللي زيي واللي زيك يبقى لهم حتة يتوه فيها، يبقى لهم وطن ينتموا إليه، يبقى لهم بيت يعيشوا فيه. ما إحنا لينا وطن ولينا بيت عايشين فيه. الألمان سجنوني والطليان طردوني والانجليز قبضوا عليا والمصريين اضطهدوني، وبرغم كده ما فكرتش اني اهرب او انسحب او اتقهقر، ولا اني ادور على قرشين واشوف اي جيت في اي بلد اوروبي واعيش فيه. ليفي انا بحبك. لولا ان قعادي في البلد دي ما بقالوش لازمه والبوليس بيحاول يطاردني في كل حته وبداوا يلفقوا لي تهم، ما كنتش اسيب البلد دي غير اخر واحد بعد ما اطمن عليكم كلكم وانكم رحتم اسرائيل وعايشين هناك في امان. مش ممكن، مستحيل. ايه هو اللي مش ممكن ومستحيل؟ انت متخيل اللي كانوا عايشين هنا وخرجوا من مصر كلهم راحوا اسرائيل يا ليفي؟ هو في مكان تاني يروحوا له؟ تفتكر ميسيو صروف ولا ميسيو سمحون ولا حتى عزرة لما يطلعوا من هنا هيروحوا على اسرائيل؟ سارة انت اكيد اتجننتي. من الاف السنين واحنا متبعترين في كل حتة، في كل بلد شوية وفي كل وطن مجموعة، وكل الناس اللي ليهم اوطان مش قابلنا فيها. مستحيل، مش ممكن واحد زيك يكون حلمه بالشكل ده. لا ده مش حلم يا سارة. يلا بينا، قدامنا تلت ساعة على المخدمين يوصلوا، والمفروض ان احنا ندخل من باب الجنينة الوراني. يلا. ليفي مش عارف اذا كنت هشوفك تاني ولا لا. اكيد هشوفك في اسرائيل، بس عايزك تعرف حاجة واحدة بس. ايه هي؟ حبيتك، حبيتك حقيقي، لانك حاجة تانية، لانك حد تاني. حلو من الباب يا بيت. وي بابا، وي بابا. بلاش كلام كتير، مسيا حنانيا مش زي اي حد. داكوف بابا. الاوضه جاهزه فوق ماجي؟ جاهزه بابا. يا بيت مش لازم تطلع عنده خالص، انت بس اللي تشوفي كل طلباته. وي بابا. بونجور يا بيت. بونجور سارة، الحمد لله على السلامة. مسيو ليفي كوين. هو اسمه مسيو كوين ولا مسيو حنانيا؟ انت تحبي اني اسم فيهم؟ انا بحب اسمك انت. ايه رايك يا سارة؟ هاظن ندخل بقى ونقفل الباب قبل حد من الخدمين ما يوصل. عبده بيغسل العربية؟ وي بابا. في حد معاه؟ نو بابا. سارة قد كده وحشتين. بابا هو اسمه مسيو كوين ولا مسيو حنانيا؟ اهلا مسيو حنانيا. اهلا مسيو سمحون. طبعا انت تعرفت بايفيت بنت الصغيره. طبعا وتشرفت. ماجي بنتي الكبيره. اهلا وسهلا بيك مسيو حنانيا، يا ريتك ترتاح معانا هنا. أنا متأكد من كده. ماجي هي اللي هتبقى مسؤولة عنك طول ما أنت موجود معانا مسيا حنانيا. هي الأوضة اللي فوق كانت مهجورة من سنين، لكن أنا متأكد إنها هتبقى مريحة لك وأمان. زمان الخدمين هيوصلوا، أنا أفضل إنك تطلع تستريح، وبالليل هيبقى عندنا فرصة نتعرف ببعض أكتر. اتفضل معايا. هاتي الطباخ وصل. إيفات استني، اتفضل معايا. أشوف وشك بخير يا سارة. أشوف وشك بخير يا ليفي. هو اسمه ليفي ولا يعقوب؟ اتفضل معايا. إيفات افتحي الباب. اتفضل.
الاوضه مقفوله من زمان، انما انا بحبها قوي. بلاش تفتح الستاره لان الخدامين عارفين ان الاوضه مقفوله على طول. ممكن تفتحها بالليل من غير ما تنور النور. انا هجيب لك الفطار بعد شويه، تحب تفطر ايه؟ لا انا مش عاوز الفطار. ليه؟ لان انا عاوز انام. في هنا ثلاث بيجامات. ياه، ودول هنام بيهم كلهم بقى ولا ايه؟ لو الوانهم ما عجبتكش يبقى ذوقي وحش، لان انا اللي منقياهم من عند سيكوريل. من عند مين؟ من عند سيكوريل. سيكوريل؟ انت انسان وممكن تقع في الحب. اهو ده اللي مش ممكن هيحصل ابدا ابدا.